قلت لها مستعجل؟ قلت لها شبكي؟ بتكون علقت بعجقة السير، هدينا بقى. حاجة تلفي وتدوري، والله حاولتيني ووجعتيلي راسي. يا حبيبي زينو. شبك؟ لك شو شبني؟ اهدي بقى، حاجة تهزي. هلو، كان في عجقة على الطريق لهيك تأخرت. الحمد لله على السلامة، أهلا وسهلا. أنت يلي بعتي لنا الفيديوهات ما هيك؟ صاحب رمز القنبلة كمان باعت فيديو يلي عامل لحالة رمز قنبلة يلي ورا سيارتك. ها؟ مالنا متحملين سطر كذب، احكي كل شي عندك. اوف، عن شو عم تحكي انتي؟ انا ما عم بفهم عليكي شي ابدا. اه ليكي، انا عندي شغل كتير، بشوفكم بعدين. زينو طولي بالك. زينو طلعي فيني، روحنا وعمرنا وكل شي بخصنا وقعان بمصيبة كبيرة، وممكن تكوني الشخص الوحيد اللي ممكن ينقذه. ولهيك لو بعرف اني بدي موت ما بتحرك من هون لهنيك قبل ما تحكي. بدك تحكي كل شي بتعرفيه، ولا تخليني ورجيكي زينو على حقيقتها، مفهوم؟ انا يلي بعثت لكم الفيديو، بهديك الليله كنت هنيك وشفت كيف عم يضربوا لوفا. حبيت اكشف عمايلن والوسخة، كانوا كل الوقت عم يزلوا لوفا، بتعرفي حركات الاغنياء يعني. معناها انت بتعرفي القاتل كمان؟ والله اذا فكر فيها 40 سنة ما بتخطر على بالي. اي قاتل؟ لو سمحتوا ممكن تفهموني القصة؟ قاتل وفا يا بنتي، انت مو بعتي ورقة لعلي ضمن اسئلة الامتحان وقلتي فيها القاتل بالمدرسة؟ ورقة؟ اي ورقة هي؟ دقيقة، يعني بفهم منكم انه وفا ما انتحر والقاتل موجود معنا بالمدرسة، ولهيك علقتوا لوحة كاتبين عليها القاتل بيناتكم؟ هلأ فهمت. مو انتي اللي بعتي الورقة؟ طبعا لا حبيبتي، لو انا بعرف مين القاتل دغري ببلغ الشرطة. شو مفكرتيني لحتى اسكت عن هيك جريمة؟ لك روقي شوي، انتي مالك هيك، بس مو الاصل، انسي. بس اذا عرفوا انه انا يلي بعتي الفيديو بنفضح وبنخرب بيتي، بارك ما لازم يعرف. يا جماعة أنا عن جد عم بحكي، ما رح تحكوا لحدا ما هيك؟ خلصنا، اهدي، نحنا ما بيطلع كلام منا أبدا، أنتي لا تاكلي هم. بعدين لشو خايفة من بارك؟ لو بتعرفوه منيح كمان أنتو خفتوا منه. لا ما رح نخاف، لشو بدي خاف منه؟ خليه هو يخاف منه، وبالنسبة لألك لا تاكلي هم، طول ما أنا موجود ما بيقدر يلمس شعرة منك. علي رح يزعل كتير، عطينا للولد أمل على الفاضي. لحظة. ألو، بالله عن جد شو عم تقول أخي؟ شو صاير؟ لك أفرجوا عن علي يا زينو، أفرجوا عنه. تعي لهون. آسف، ما تزعل. اللي حكينا بيناتنا، لا في ورقة ولا في شيء. بس بفقع إذا ما حكيت. ايه فقعي، إذا بسمع هون وهنيك إنه في قصة ورقة، ساعتها وأنا بفضحك وبقول إنك بعتي لنا الفيديو، تمام؟ أنا فهمك بعدين، ماشي؟ سلام. امشي. معناها أعطاهم شهادة كاذبة. في شي عم يصير، في ملعوب عم يغطوا على وساخة بعضهم مبينة. زينو مع حق، ورا هذا الملعوب في قصة كبيرة، عم قلكم كله موجود بكارت الذاكرة. تأكدتوا انه ماله موجود عن جاكرة؟ لك ماله عنده، الزلمة من خوفه رح يعملها تحته. معناته هو بين ايدين عديم الشرف بارك،
ولك سبحنا سبحنا وغرقنا بشبر مي. عرب، هاي البنت دورو طلع منا شي؟ لا لا أخي، هديك حكت عن كل شي بتعرفه. السنجاب مخوف هديك البنت كمان. ما فهمت هذا اللي اسمه بارك شو علته لحتى الكل بيخاف منه؟ شبكن يا شباب، لشو عم تحكوا كأنه كل شي منتهي؟ ها؟ إذا كرت الذاكرة مع بارك لكانوا نحن مناخده من بارك. ولك هدول لسه مو شايفين مصايبنا. هاي والله أنت مصيبة سودة. عادي ولك عادي عادي، من اليوم ورايح لقبك المصيبة السوداء. لك وقفي بقى خلاص، شبكي خلاص خلاص، كيف عم تنفس يا يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإفطارات لتكون أول من يشاهدها.